ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى رايحين على الحسين علشان نجيب العطاره بتاعه رمضان. كل سنه وانتم طيبين. احنا دلوقتي عند رجب العطار تحت الكوبري اهو، الناس كلها عارفه المكان ده. دخلنا اهو كده، مشينا كده على طول على طول على طول، اكنك رايحه على الازهر. الفتحه الاولانيه دي ما تخشهاش، اللي هي اللي انا بشاور لك عليها دي، كملي على طول هتلاقي قدامك الناحيه التانيه البوابه اللي هي بتاعه الحلواني دي تقريبا، او البوابه الكبيره دي. هندخل احنا بقى الشارع اللي هو بتاع الحسين نفسه، داخلين كده اهو. بص الشارع اهو، هو ده كده بالشكل ده اللي احنا ماشيين فيه. هنمشي بقى كده على طول وهنخش اول فتحه شمال، واحنا داخلين كده من الايه الفتحه واحنا ماشيين اهو مع بعض. اهي دي الدخله بتاعت الفتحه اهي، لو انتوا شايفينها بالشكل ده. وهندخل بقى الممر ده، ده كله ممر العطارين لغايه بصوا هنا النوع، هو نوع العرقسوس ده ايه؟ نوع العرقسوس ده ايه يا عم مصطفى؟ اللي هو شيخ العرب؟ ده هنا ده بردقوش، وده هنا شيح، وهنا معانا ايه تاني؟ هنا عنده كمان بقوليات. بصوا اسعارها حلوه، العدس هنا ب 14، الفاصوليا البيضة ب 30، دوره الفشار ب 14، فول الصويا كمان ب 24، بس نوعه حلو قوي. هنا كمان العدسه ابو جبه ب 12، وادي حمص الشام الكبير الحلو ب 30 جنيه، الحاجه حلوه جدا جدا. وده هنا عنده فنكوش، عنده بقى العطاره اهي بصي، والنعناع اهو، وده هنا بلح اهو، كل حاجة رمضان لسه كمان ما حطهاش. وده البابونج، ده البابونج ده يا عم مصطفى، ده البابونج اهو. وهنا معانا ده زر ورد، ودي الكزبرة الناشفة، وادي الجنزبيل اهو بيبيعوا الفريش ب 48، ده صح؟ ده فريش اهو. معانا كمان هو اللي بره ده، ايه ده؟ الكمون. الكمون ده بكام؟ ده البلدي ب 80 والمستورد ب 64. وده الفلفل الاسود، سعر الفلفل الاسود كام؟ ب 64 اهو. بس بصوا زي الفل. وادي الكركريه، الكركريه ده سعره كام؟ كركريه ده ب 80 وفي ب 40، ده اهو ب 40. بكام الكيلو؟ وادي ورق الروري قطف الخشب اهي. وده هنا البصل اللي هو المجفف ده اهو، ده من السودان لسه ملوش اسبوع. ده عسل جلوكوز، ما تقول لنا الاسعار كده وانت واقف. طب رهندي ب 28، عسل جلوكوز البخربان ده ب 10، ده صويا صوص وفي منه دبس رمان، الازازه ب 12 جنيه، ده زيت زيتون دي ب 20، ودي الاسباني ب 60، ماشي. ده عسل نحل طبيعي من وزاره الزراعه ب 50 جنيه الكيلو. تمام. في حاجة تانية كده جنبك؟ في بن أخضر، ده بن أخضر بيطلبوه الزبائن دلوقتي عشان التخسيس. ده كام الكيلو؟ البن الأخضر ب 48. ماشي. ألو. سلام ورحمة الله. أيوه 44 يا حبيبي. المخلوط عليه سكر ب 32. بص هنا في الفيجيتار دي، وفي مرق الدجاج فوريه اهي بتتباع بالكيلو، في كاري هندي، وفي هنا الحاجات اللي وراك دي. قول لي الحاجات اللي وراك دي يا عم مصطفى، اللي هي قول لي الحاجات اللي معروضه دي. ده بذره كتان، دي اطعمه شيبسي سليم، دي تشكيله البهارات فراخ وسمك وكفته، دي رول على الحبهان مطحونين، ده سماء، دي بابريكا، ده كاري هندي، دي بهارات محشي، كاكاو خام، لبن خام، لبن كامل الدسم، في كريم شانتيه، في مستلزمات حلواني، في ملح ليمون، في حلو. الحاجة كلها بأسعار، يعني الأسعار كلها غير بره، غير بره خالص. لا احنا مالناش دعوة اللي بره، اللي بره بتاع. دي الحاجة اهي بصوا. عايزة كيلو رشا ولا عايزة 5 جنيه بصل باودر؟ هتاخد ربع بستة. هات ربع بستة. جيرمان. عندك بلا الحبايه اللي اسمها القطونه دي؟ نزرع قطونه عندي.
ازيك يا عم مصطفى؟ عامل ايه؟ منور، ربنا يخليك يا رب. كل سنه طيب. وانت طيب يا رب، يعود عليك الايام بخير. طبعا بقى الناس كلها عايزه تعرف سر انا بشتري التوابل منين، فاحنا صورنا المحل وصورنا طبعا البضاعه والكلام ده كله، بس اهم حاجه بقى عايزين نعرفها منك طبعا الرقم التليفون ده اكيد، والعنوان والكلام ده كله اوريدي هتقوله، بس بقى عايزين نعرف اسعار الحاجه عشان الناس تلحق تشتري قبل رمضان. عايزين نعرف الاسعار، بس الاسعار بقى تجيب من الاخر عشان ايه؟ عشان ده دول حبايبي. اسعار السنه دي حلوه ان شاء الله. وزي جيجي كده بالظبط. طبعا الحاجه جوده عاليه وانتوا بتثقوا فيا، وطبعا عم مصطفى يعني غني عن التعريف. اي حاجه من عندنا محل اضمانها سنه. اي حاجه بصراحه بتاعتنا. يعني بصراحه عنده امانه وعنده ضمير وميزان وتحفه. تعالوا بقى نعرف الاسعار والتوابل الاساسيه، وكمان تقول لنا يا عم مصطفى على التركيبات المهمه للرمضان باذن الله. وكل سنه وانتوا طيبين. انت طيب. معاك احنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسعار عندك الفلفل 64. اكتب لنا بقى عشان تبقى ايه الناس لو فاتحه حاجه. 64 تمام. كمون في ب 64 وفي ب 80. الكزبره 28. الشطه 32. البهارات 64. الزعتر 40 جنيه. روزماري 48 جنيه. الحبهان والكبيبه الصيني والقرفه 60. جنزبيل 60. كبابه صيني 80. حبهان 400 جنيه. بس بتدي اللي عايز ب 10 بياخد. عايز بخمسه، عايز ب 10، الميزانه موجوده وبالجرامات. تمام. سليم. ايه تاني؟ ينسون 60 جنيه. تمام. ده كده بالنسبة للتوابل دي الأساسية. الراول 48. تمام. دي الحاجات الأساسية. نيجي بقى للخلطات اللي احنا بقى ممكن نعملها في البيت، وتدينا بقى تنفع مثلا على خلطة سمك، على خلطة الشوربة، على الخلطة كمان بتاعة المحشي، على خلطة الكفتة، إيه الحاجات اللي أنت ممكن تفيدنا فيها نعملها تطلع تطلع مظبوطة معانا. سميلي وأنا أقول لك تعملي. بسم الله الرحمن الرحيم. محشي بيتحط البهارات، بتزود لها بقدونس مجفف، بتزود لها كزبرة. ما هي إيه الخلطة؟ سليم. البهارات بتاعتنا ايه هي بقى؟ اقول لهم تركيبه البهارات بتاعتنا. ايه اللي هي؟ راولو وقرفه وزر ورد، عود قرنفل، روزماري، زعتر، كبابة صيني، جنزبيل، حبهان، جوز الطيب. كل ده على البهارات الاساسيه بتاعت المحشي. بيزود لها المحشي بقدونس وكزبره وزعتر مجفف. مجفف. والحاجات دي موجوده عندك؟ موجوده. تمام سليم. ده كده المحشي بقدونس وكزبره وزعتر. بالنسبه للكفته، كفته بصل بودر زائد تركيبه البهارات بتاعتنا. تمام. اللي انت قلتها دي كلها. بنحط لها بابريكا وبنحط لها جنزبيل. تمام. دي كده تركيبه الكفته. إيه انا بقى بدخل السمع. عليها انا بدخل على تركيبه الكفته دي، بحط عليها بقدونس مجفف برضو والحواوشي والحاجات دي كلها. حلو سليم. تركيبه السمك البهارات بتاعتنا سليم، بنزود لها كمون وتوم بودر، بس برضو على التوابل دي اللي انت قلتها. وكزبره. على تركيبه التوابل الاساسيه بتاعتنا. تمام. كمون وثوم بودر وزعتر وكزبره. تمام ماشي. الطواجن سليم. نص حبايه جوز الطيب فوق الطاجن. طب احنا ممكن نستغنى بقى، في ناس ما بتحبش حبايه جوز الطيب دي، ممكن تحط بقى اللي هو الكبيبه الصيني. كبابه الصيني بداله. ماشي. لو ما تقدرش تستعمل جوز الطيب تستعمل كبابه الصيني. تمام سليم. طاجن جوز الطيب زائد تركيبه البهارات سليم، زائد قرفه. دي بقى الطواجن، اي طواجن، اي لحمه، فراخ، اي حاجه. اي حاجه. تمام ماشي. ايه تاني؟ عايزين كمان كنا بنقول على خلطه الشوربه اللي نحطها للشوربه تخلي ريحتها حلوه وما فيهاش اي زفاره. الشوربه عشان ريحتها تبقى حلوه سليم يعني. بس توابل بقى مش هينفع بقى نحط مجموعه التوابل، احنا عايزين يعني مثلا في ناس بتحط الورق الروري والحبهان. تمام. لا احنا مثلا عايزين حاجه مطحونه ما تبقاش عايمه فوق الوش كده، وتبقى برده ايه ما تكونش تقيله على الشوربه، تبقى حاجه خفيفه. انت برده عايزه تحافظي على الشوربه فاتحه. فاتحه ما تغمقش. عشان نص ليمونه على الشوربه عشان ما تغمقش. طب ما هتمرر. لا نص ليمونه، انا ما قلتلكيش ارمي الليمونه. طب ممكن نحط شعره من ملح الليمون؟ لا حط نص ليمونه، اعصري نص ليمونه. تمام. قبل ما اعمل الاكل؟ لا، والشوربه وهي شغاله كده اهو تستوي عليها نص ليمونه. تمام. مش هتغمق لونها. هتبتدي تحطي تركيبه البهارات بتاعتنا. تمام. وهتبتدي تحطي معاها حبهان وراولو وكبابه صيني. اتحداك ان مكانه الشوربه دي هتشرب اكتر من اي حاجه. تمام. ده كده للشوربه. ايه تاني؟
مش عارفه، بس هي دي يعني المفروض الحاجات الاساسيه. طب اكتب لي برضو التركيبه بتاعت الشوربه بتاعت اللي هي الاساسيه بتاعت التوابل الاساسيه، انت ما كتبتهاش. تركيبه التوابل الاساسيه بقى اللي هي كل راولو. حاجه راولو، قرفه، زر ورد، عود، قرنفل، روزماري، زعتر، كبابه صيني، جنزبيل، حبهان، جوز الطيب. دي الاساس اشتغل عليها اي حاجه. تمام كده تمام. عايز بقى تخصصيها لحاجه يبقى ايه على حسب التقسيم اللي احنا عاملينه، بس دي الاساس، الاساس اللي هشتغل عليه. ايوه دي الاساس. طب بالنسبه بقى ما تقولناش على حاجه مثلا للفراخ، مثلا ايه الفراخ مثلا لما تبقى عندنا مثلا عايزين نعمل خلطه للفراخ، الفراخ المشويه، الفراخ الحاجات دي ليها حاجه؟ الفراخ المشويه لازم الخلنجان والكباب الصيني والفلفل. تمام. مع تركيبه البهارات. ماشي تمام. هتزود لهم يعني معلقه البهارات، تحط لها نص معلقه كباب صيني، نص معلقه كزبره، نص معلقه خلنجان، ونص معلقه كباب صيني. تمام. هو الخلنجان ده سعره ايه؟ الخلنجان بكام؟ 64 جنيه. تمام. طيب قول لنا بقى يا عم مصطفى دلوقتي العنوان بقى ورقم التليفون والحاجات دي. العنوان 4 شمس الدوله، الحمزاوي الصغير، الازهر. يعني الناس تنزل فيلم، في ناس مش هتعرف الكلام ده. يا عند عوف، يا عند مطلع كوبري الاوبرا من ناحيه شارع الازهر. ماشي. يعني يا اما من العتبه ييجوا، يا اما ييجوا من عند جامع البنات، يا اما ييجوا منين؟ يسالوا على عوف، احنا جنب عوف. تمام. الدخله اللي هي جنب عوف. اه. الرقم التليفون 010 140 3690. قولوا بقى تاني رقم. 010 140 3690. تمام. ماشي يا عم مصطفى، الناس بقى ان شاء الله كده يجوا، والحاجه يا جماعه مضمونه، وهتنزل بقى كمان حاجه في رمضان موجوده. طيب قول لهم برده ايه اللي يعني في رمضان هتنزله. بقى المشروبات في ناس كتير ما بتعرفش تعملها. تمام. الكركديه سليم. قول لنا كمان اسعار المشروبات وهتنزل لنا ايه. بصوا عنده صوبيا تحفه، تمام، اول حاجه انا مجرباها، برده بتنزل بسعر حلو قوي. انا كنت جايباها السنه اللي فاتت كان الكيلو ب 20 جنيه، لسه مش عارفه السنه دي الكيلو بكام، لسه ما حددناش سعر. بس هي برده بصراحه تحفه. عنده كركري نوعين، في سوداني وفي اسوان. عنده دوم، عنده خروب، كل الحاجات دي كمان هتنزل، وهينزل يميش، وكل حاجه هتبقى موجوده باسعار كويسه. ناس كتير ما بتعرفش تعمل خروب. تمام. عمل الخروب، هتجيبي شويه الخروب المجروش وهتمشيهم في الصينيه ثلاث دقائق، هتحط عليهم معلقتين سكر. السكر مجرد ما يسيح يكرمل. حط زودي ميه وسيبيه. تمام. سليم. يعني مثلا الكبشه كده هو هتاخد مثلا قيمه لتر ميه. تمام. مع معلقتين سكر يغلوا حلو. سليم. ونصفيه. وابتدي تظبطي بقى ايه الحاله بتاعه وصفيه وسيبيه لما يبرد واشربي احلى خروب. طب بالنسبه بقى للدوم برضو. الدوم نفس الطريقه. نفس الطريقه برضو بالسكر. نفس الطريقه بالسكر. تمام. سليم. خلي بالك الدوم حلو للعظم وحلو للضغط عالي او واطي. عشان كمان يظبط في رمضان. سليم. بالنسبه للعرقسوس، الناس اللي عندها ضغط عالي. سليم. العرقسوس منوع هيعلي الضغط، فتغليه يوطي الضغط وطعمه ما يغيرش. ما يغيرش، يبقى جميل. يتعمل ازاي بقى المغلي؟ يتغلي، يعني تاخده كده وتحط عليه الكربونات وتغليه؟ من غير كربونات. من غير كربونات. سليم. هتاخده تغليه وتسيبه يسقع وتسقيهوله. ونفس الطعم. نفس الطعم، وهيبقى خطير جدا وهيوطي معاه الضغط كمان، مش هيعلي معاه. طب والله حلو. ولا ده في ناس كتير جدا، ناس كتير تحب العرقسوس بس ضغطها عالي، بس بتخاف منه. لانه بيورم كمان. هيوطي الضغط وهينضف الصدر وهيريح القولون. طب تمام، ربنا يجازيك خير يا رب. وايه كمان عندك برضو؟ انت دلوقتي عمل الخروب وعمل الدوم، عملناهم قلناهم، والعرقسوس. طب بالنسبه برضو للكركريه، في طريقه الناس اللي ضغطها بيعلى وبيوطى؟ هيوطي الضغط، لو اتغلى يعلي الضغط. تمام. منقوع بيعلي الضغط، ومغلي منقوع بيوطي الضغط. بيوطي الضغط، ركزوا انتوا بقى. منقوع بيوطي الضغط، المغلي يعلي الضغط. تمام. بعكس العرقسوس، العرقسوس منقوع يعلي الضغط، مغلي يوطي الضغط. تمام. تمام كده. في حاجه تاني؟ بس خلاص. ماشي يا عم مصطفى، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا جميل. وما تنسوش بقى نيجي عند عم مصطفى، واديني جبت لكم المكان والاسعار وكل حاجه، وكل سنه وانتوا طيبين. ولما بلغنا رمضان، والسلام عليكم. مطبخ جيجي على قد ايدي. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. مع السلامه.